الأحيان والقرون، ما لا يستهان به من حركاتهم المؤثرة وجهوداتهم المثمرة في التعليم والتربية والتأليف والوعظ والإرشاد، رضي الله عنهم أجمعين. ثم بعد ذلك أتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يديم في حياة أمير المؤمنين دلالة الملك محمد السادس الذي كان سنة سنة طيبة الطاهرة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سنة سنة حسنة فله أجرها وأجر من عملها، ومن سنة سنة سيئة فله وزرها ووزر من عملها. أدام الله دولة الأمير وأمن وأمن الله البلاد وأهله. فنطلب من الله سبحانه وتعالى لإخوان المسلمين في العالم الإسلامي كله ومن كل الدول الإسلامية أن يؤمنهم الله ويسلمها جميعا من مقاييس أعداء الإسلام في مشارق وغربها برحمتك يا رب العالمين. فالموضوع سنة نبوية. وقبل ذلك قال الشيخ الكبير حافظ بن الصبر أن الناس جميعا ثلاث أقسام. الصف الأول يسبق الناس كل يوم على ثلاث فرق: فرقة تريد عن باب غالبهم، وفرقة تريد عن خدمة غالبهم ولم يترك غالبهم، وفرقة هم موجود على غالبهم. فالواجب على الشاكر أن يكون الحمد لله الذي لم يجعلني من المتروكين عن باب غالبه أي الكفار، ولا المتروكين عن خدمته وهم الفجرة الفصحى، وجعلني ممن من خدمته أهل المساجد والمجالس لذكر الله وشكره تعالى والحمد لله على ذلك. إخواني في الله، لقد هدانا الله تعالى إلى الطريق المستقيم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فأما السنة النبوية فانتهت سويا إلى التي نص نصوصا في أقسام السنة، ونقسمها إلى سبعة: سنة الله، وسنة الرسل، وسنة الحياة، وسنة الشيطان، وسنة الكافرين المؤمنين، وسنة الملوك والأمراء والأنبياء، ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الآية القرآن الكريم في سورة الأنفال آية 38 يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل للذين